من ضمن الاخبار ايضا كابتن سعد عبد الحفيظ، ودي دي جزئيه مهمه في الحقيقه جدا، لان كابتن سعد عبد الحفيظ بيقول ان الاهلي حقق اهدافه من معسكر الامارات في الوقت. للاسف للاسف في ناس كتير جدا بتقول ايه المعسكر ده، المعسكر ما كانش ليه لازمه وكلام من ده، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده اول امبارح. فلا طبعا المعسكر كان مهم في جوانب عديده ركز عليها الجهاز الفني بقياده ريني فايلر، وجوانب كلها مهمه سواء فنيا او بدنيا او فيما يتعلق بالانسجام المطلوب، فيما يتعلق بالوصول للفكر اللي بيطلبه مستر فايلر، كمان فيما يخص الشكل التكتيكي واستراتيجيه اللعب الخاصه بالفريق خلال الفتره اللي جايه. اكيد الراجل استغل المعسكر ده في كده. هتقولي ما الدوليين رجعوا، طبعا ما الدوليين كانوا موجودين برضه في اول معسكر، رجعوا امتى؟ اول امبارح بس، والفريق اهو بيرجع النهارده، يعني تدريبين بس تلعبوا من غير او تمرن الفريق تمرينين من غير الدوليين يعني. وايضا فرصه للاعبين اللي كانوا مش موجودين مع الفريق في المباريات الرسميه بصوره او بدقائق كثيره يعني. فبالتالي معسكر مهم جدا ومفيد، وكابتن سعد حفيظ بنفسه كمان بيؤكد على هذه الجزئيه، وقال ان الفريق استفاد بشكل قوي وبتحديد الجهاز الفني والمعسكر الخارجي من خلال تنفيذ بعض الجوانب الفنيه الى جانب تحقيق الاهداف التي سعى اليها خلال المرحله الاولى من فتره الاعداد وفق النظام الذي حدده لتجهيز الفريق خلال فتره التوقف. طيب طبعا كل هذه الامور امور غايه في الاهميه فيما يتعلق ب